مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التحدي. احب قبل ما ابدا حلقتنا النهارده اقول لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وجيشنا طيب، كل سنه وشرطتنا والشرطه المصريه والجيش المصري والقضاء والشعب المصري كله بخير وسعاده يا رب دايما كده، ودايما بلدنا كده في تقدم وازدهار ونجاح ان شاء الله. النهارده هتكون حلقتنا حلقه جميله، حلقه ممتعه هنستمتع بيها النهارده. زي ما حضراتكم عارفين اسم الجروب اكتشف موهبتك مع برنامج التحدي. الجروب ده بنشوف اي حد عايز يشترك فيه او حد عايز يتواصل معنا منه من خلال الجروب بيتواصل معنا من خلال الجروب ده، وبتدي نشوف لو هو ان شاء الله حاجه كويسه وصوته كويس في ايا كان موهبته ايه بيكون موجود معانا هنا ان شاء الله. وزي ما شفتوا الحلقه اللي فاتت كان معانا برضو كان حلقه دينيه، والنهارده ان شاء الله هتكون حلقه برضو حلقه ممتعه من خلال مسابقتنا في جروب اكتشف موهبتك مع برنامج تحدي. الجروب ان شاء الله هيكون موجود على الشاشه، ورقمنا برضه هتكون موجوده على الشاشه ان شاء الله. تمام، اي حد عايز يتواصل معانا من خلال الجروب او من خلال رقمنا هيتواصل معانا، احنا ان شاء الله هنوصل صوته ويكون موجود معانا هنا ان شاء الله في برنامجنا هنا ان شاء الله، برنامج اسمه برنامج التحدي. تمام، النهارده بقى نبدا ونشوف حلقتنا الجميله النهارده، وهيكون حلقتنا النهارده هتكون حلقه عن الشعر النهارده. تمام، هتكون مع الاستاذ محمد الشافعي ابن محافظه الاسكندريه. استاذ محمد اهلا وسهلا بك. اهلا بك استاذ، نورتنا وشرفتنا. نورك انت. عايزين نعرف الاستاذ محمد، عايزين نعرف المشاهدين مين الاستاذ محمد وايه طموحاته وايه اهدافه من القاء الشعر. والله انا طموحاتي كبيره طبعا، يعني ان اكون شاعر كبير كل الناس تسمعني، ولكن يعني احنا بنحاول وربنا ربنا موجود. ايه اهدافك يعني في القاء الشعر؟ شايف ايه؟ شايف نفسك هتكون فين يعني بعد كده ان شاء الله؟ انا في القاء شايف نفسي يعني مش عايزين نقول شايف الجاخ مثلا. تمام، طيب انت محضر لنا ايه النهارده بقى نسمعه النهارده كده، وعشان خاطر برضه المشاهدين كده يستمتعوا معانا النهارده ان شاء الله؟ والله انا جاي مش عارف يعني اعتبر ما كنتش محضر، الوقت ما كانش ما ساعنيش نحضر. تمام، ولكن ان شاء الله تبقى كويس. في طيب. في كان نفسي اخلف ولد. تمام، نبتدي بيها ان شاء الله. تمام، نسمعها. عايز تسمعها؟ ماشي اتفضل. ولا نقول على زون احسن؟ والله براحتك، اللي انت عايز تقوله. شوف حضرتك انت محضرين ايه اللي انت عايز تقوله لنا النهارده، ونفاجئ المشاهدين كده بلقاء الشعر. هم هيتفاجئوا ان شاء الله. ان شاء الله. الجلك في عينيه زي المطر، راح يتأكد من خبر، قالوا بت زي القمر، نظرة عذاب بصوت منكسر، قال همه في قلب تعقد وعار في حياتي طول الأبد. ما أنا أصلي كان نفسي في ولد، أصل الولد هو السند، هيبة وأمان والوتد، ما يعرفش ان السند على اللي خلق البت والولد، كاره البت وامها وكانه شيء ذنبها، يعني هي هتجيب من عندها تمد ايديها، كاره البت وامها وكانه شيء ذنبها، يعني هي هتجيب من عندها، يا ريت الامر بيدها كانت ترضيك من قلبها وتكسب رضاك وحبها، جابوها وندوه سمي، قال صراخها بيزيد همي، ابعدوها بعيد عني ما جاش اللي يشيل اسمي، مش عايز بنات انا اشيلها، يعني ربيها واعلمها واكبرها وفي الاخر يجي واحد ياخدها، الاحسن بلاش انا اشوفها، أنا عايز ولد يشيل اسمي يحميني في وقت شيبتي، ولد يزرعني على أرض وبيته يبقى بيتي، بالولد أنا تقوى هيبتي وألقى أحفاد من صلبي، سامعين كلامي ولا عين؟ سامعين، لكننا مستعجبين، العلم بينور حوالينا ولساتنا متغميين، ليه في طريق الظلام ماشيين وعن النور متحجبين؟ مش بكيفها ولا كيفك، هي إرادة مين؟ دي إرادة
رب العالمين، خلق البشر من طين، وخلقنا بني آدمين، وعن جميع خلقه متكرمين، صور قلوب طيبين، وصور عقول فاهمين، وخلق أنبياء ومرسلين، علمونا نكون صالحين، ليه على النصيب مختلفين؟ زي ما فيه شمس فيه قمر، فيه ليل وفيه نهار، لو عود وحيد مهما يكون شديد برضه سهل الانكسار، ليه عايزين البطعار؟ احمد ربك على القليل برضاه يهون المستحيل، رزقك هواه وقدرك ملهوش بديل، وعاك تعامل للشيطان طريق واعر ملهوش امان، خليك صريح جواك انسان، لو كرهته تعيش ندمان، يا رب نعمة ودمها علي، اخترتني في قدرك بأبوة لبنية، أنا وقت ما قالوا لي الخبر فكرت أتاويها وإزاي أخفيها، شدني صوتها بصيت في عينيها لقيت طوفان وموج حنية، وقال نفسي أخلف ولد. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا جدا. عايزين نعرف بقى، فكرتش بقى ان انت تعمل ديوان؟ ان شاء الله. انت فكرت ان انت تعمل ديوان؟ انا ان شاء الله انا بدأت في نعمل ديوان، وطبعا مع اساتذتي الكبار طبعا بحييهم، وان شاء الله احنا قريب باذن الله يكون الديوان. في حد برضه واقف جنبك كده برضه بيساعدك ان انت توصل للهدف بتاعك وطموحاتك والكلام ده كله؟ طبعا اساتذتي الاستاذ معتصم الخولي بوجه له التحيه طبعا. طبعا كلنا بنوجه له التحيه. والشاعر جمال صابر، في شعراء محترمين طبعا، ان شاء الله ياخدوا بايدي ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. كلمنا كده، يعني انت شايف في بدايتك كده شايف الحياه صعبه طيب ولا ايه؟ الموضوع ماشي معاك ازاي؟ بالنسبه للشعر؟ بالنسبه بالنسبه لي انا صعبه طبعا. يعني اصعب، مش عايز اقول ان الظروف اصعب ولكن هي صعبه صعبه. انا عايزين نعرف انت امتى اكتشفت نفسك ان انت بتكتب شعر بقى والله وانا اول ما عرفت الشعر سمعت الابنودي. تمام. ولكن امتى اكون ان انا اكتب شعر؟ ده كان ايام المدرسه وانا في ايام الدراسه، كنت لسه ايام الدراسه. ان انا اكتب شعر واكون ابتدي ان اخوض التجربه، يعني كانت من حوالي من ايام الثوره كده لما سمعت هشام الجخ وكده. تمام. فاحنا طبعا احنا فلاحين ومعزولين شويه عن احسن ناس طبعا، ازيك بتوع القاهره وكده يعني انت احسن ناس طبعا، ربنا يخليك. وانا رايك فلاح وشغال في الارض وكده، وما يعني مش بحضر ندوات او اروح قصور الثقافه وكده، الظروف مش مهيئه لي اني اعمل ده. بس برضه كويس يعني ان انت انا بحاول على الاخر، بس انا يعني الطريق صعب بالنسبه لي، الطريق بالنسبه لي انا صعب ان انا اوصل، ولكن ان شاء الله ما فيش حاجه مستحيل. ما فيش اي حاجه صعبه طبعا. لازم الواحد في الاول يتعب عشان خاطر ان هو يوصل لطموحه واهدافه. واحنا من هنا من خلال برنامج طبعا لازم كل اي شخص عنده طموحات وعنده اهداف ان شاء الله طبعا لازم يحققها من خلال برنامج التحدي، ان شاء الله ومن خلال كمان اكتشف جروب اكتشف موهبتك مع برنامج هو التحدي. هو عجبني اسم التحدي. الواحد لازم ان يكون متحدي حتى نفسه. ايوه طبعا، التحديات دي حاجات كتير قوي بتتحدى كل الحاجات اللي انت بتقابلها في حياتك طبعا، مش تحديات حاجه معينه. فانا انا فعلا بتحدى، انا بتحدى حاجات كتير، ان انا اكون هنا النهارده في الاستوديو برضه كان بالنسبه لي تحدي، وان شاء الله تبقى خطوه. فان شاء الله يعني باذن الله في تطوير كده. ودي بدايه محمد حسني الشافعي، دي بدايته. فاحنا ان شاء الله يعني الزرعه تنمو ان شاء الله ويكون احسن. ومحمد الشافعي طبعا لقب، هو طبعا اسم والدك محمد، أنا اسم حسني، والدي حسني، بس اللقب بتاعك اللي انت مشهور بيه محمد الشافعي. طبعا شيء يشرفني محمد الشافعي. طبعا ده شرف يعني البرنامج وكل حاجه. طيب محضر لنا ايه النهارده بقى تاني جميل كده نسمعه كده عشان خاطر برضه والله في قصيده يعني عنوانها غريب شوي ولكن هي برضه انا بحبها، بنت فريده. تمام، باين عليها كويس. عنوانها ملفت للنظر. تمام. هنقول البت فريده تمشي وحيده في عز الليل،
تمشي بعيد مشاوير تهد الحيل، حط احمر واخضر وفلوس في ايديها وتليفون ومنديل. البت فريدة تمشي وحيدة في عز الليل، تمشي بعيد مشاوير تهد الحيل، حط احمر واخضر فلوس في ايديها وتليفون ومنديل. وابوها راجل زي الفيل، شغال ترزي حريمي بالتفصيل، لا ده العار هيحصلنا، ده احنا نجيبه حبل طويل ونخليها بعيد في الديل ونوديها لحد ابوها ونشوفه ذليل، ونربطها في فلكه وتتمد. بس المشكله مش في البيت، ابوها راجل مش ولا بد، ما هو بيفصل عبايات نسوان وبيحبك على الجد، كل يوم دي رايحه ودي جايه وعينيه في العين والخد، وربك حكيم مش سايب حد. بس ما عادش حريم متفصل زي زمان، اصل زمان كان فيه امان، كان الراجل يخشى العيبه ويرد الغيبه في اي مكان. النهارده اشوف ابن فلان عامل له عرف الديك ومسقط بنطلونه ولا سوبرمان. سوبرمان دي زمان كانت الشباب فرسان، كانت البت لو بين 100 راجل تبقى حجاب متصان، يبقى ابوها لو غلطان يرحل بعيد في الغطان. اصل احنا فلوحه على راي البدر وخطنا غلبان، هيقولوا فلاحين ومفضوحين ومش حاكمين النسوان، وفرحنا صعيده كمان شديه يبقى احنا اللي فيهم معوجين. هو ايه صعيده وقبائل وجماعات وفلاحين؟ هو احنا مش كلنا مصريين وبالله موحدين؟ الاصل واحد والهنا واحد وعلى ارض ووطن عايشين. الاصل واحد والهنا واحد وعلى ارض ووطن عايشين، بنخدع بروحنا، روحنا مش دريانين عن حساب بعضنا، مش عن حساب بعضنا مش مسؤولين. هو الحساب عند مين؟ مش عند رب العالمين؟ في حساب يوم الدين. عن حساب بعضنا مش مسؤولين، يعني نعيش على ارض واحده وجوه بيت متغربين؟ سهم اترمى من سنين خلى العيون متغميين، بس احنا ما عرفناش العيب على مين، على اللبس اللي فوق الركبه ولا البنين. هو في سؤالين، سوء تربيه ولا اصحاب فاشلين بتوع برشام وعشيش من الاخر ضايعين، ان كان بنات او بنين من الطرفين، وفي الغالب الاثنين. ربنا يحفظ بناتنا وبنات البشر اجمعين. هو مثل بيقول البادئ اظلم والغلطان لازم هيندم، بنسان كرامته من شر نفسه بيسلم، والبت كل ما تبقى عنيده تزيد غلاوتها وتبقى شمس عفيه وهيبه، واما تسلم روحها بلاش تبقى فريسه في غابه وحيده رخيصه وسهله الصيده، وتكون سيرتها البت فريده. بسم الله ما شاء الله، لا حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه كويسه جدا جدا، مبسوط قوي بالقصيده دي. اوعى تكون بتجاملني. لا 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 بجد والله حاجه جميله، ربنا يوفقك يا رب كده. لا هي بجد حاجه كويسه جدا جدا يعني، وفيها شغل كويس وبتعبر عن كل حاجه يعني. اصل هو يعني شيء ما يعني ما اللي احزنني بجد يعني الفلاحين عندنا بالذات، هي البت فريده دي امتى الرمز؟ ما يعني عشان ما حدش، هي رمز، ما رمز قصه خياليه، حاجه كده انت تخيلتها. ولكن اللي زعلني ان الناس في الفلاحين او في اي مكان عامه يقول لك انتوا فلاحين، انتوا عرب، انتوا صعيده، هو في الاصل ايه؟ انتوا مسيحي مسلم؟ هو لا لا ما فيش فرق طبعا ما بين مسيحي، احنا كلنا يعني ما فيش فرق، احنا كلنا مثلا انا غلطان انت غلطان، هو الحساب احنا ربنا اللي حاسبنا، ما فيش حد يعني ما نحاسبش بعضنا. لا بس هي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله، وده شكلها كده بتعبر عن حاجات كثيره.
بتعبر عن حاجات كتير قوي قوي يعني. انا يعني الواحد شفت مواقف زعلتني فحبيت ان اعبر عنها في البيت فريد. لا 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 بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا كده، وان شاء الله شايف يعني هيبقى فيه تفوق والشغل عالي وشغل كويس يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقك كده يا رب ان شاء الله. وقريبا ديوان ابيع نفسي. الديوان ان شاء الله هيكون اسمه ابيع نفسي. لا ده ده ان شاء الله باذن الله شمس الامل. شمس الامل، شمس الامل. الديوان هيكون اسمه شمس الامل. اه انا هخلي عشان بس ما ناخدش كلام الشاعر مرجان بس. لا ان شاء الله بسم الله ما شاء الله انت باين كده انت. قول عايزين نعرف بقى انت كاتب بقى ومحضر حاجات كتير بقى اللي انت تجهزها في الديوان طبعا اكيد. اه طبعا انا في حاجات كتير طبعا وفي مقاسات متنوعه يعني جميع. ما رضيتش ان انا اقولها النهارده بحيث ان انا لسه بنقح القصيد مع نفسي كده عشان يعني ما اعدلش بعد كده تاني. طب انت ليه ما فكرتش مثلا ان انت تروح تقدم في وزاره الثقافه و... ان شاء الله انا هعمل خطوه كويسه ليك. آه يعني انا عامه لسه بادئ اول خطوات، لسه بادئ اتحرك في موضوع الشعر ده من حوالي من سنه. لان انا برضو ظروفي زي قلت لحضرتك في الاول انا ظروفي ايه يعني انا فلاح كراجل فلاح. اه راجل فلاح ابن فلاح ابن فلاح يعني ما احسن ناس طبعا. ربنا يخليك. احسن ناس طبعا ناس كويسين جدا جدا يعني. اه يعني فهو الظروف يعني مكتفاني شويه بس على فكره بتبقى كويسه. اه طبعا لما يكون عنده ظروف وعايز اوصل لطموحاتي وعايز اوصل لاهدافي. آه. وبرغم لا الحاجه بحس ان حاجه بعد كده بتبقى سهله معايا وبتساعدني بعد كده وهتفيدني. آه. بعد كده يعني. وكل شيء ما يكون صعب يعني بزيد اصرار. ايوه طبعا ده حاجه تبقى حاجه جميله يا رب كده ربنا يوفقك. آه. يا رب ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله انا مش هسكت يعني باذن الله احاول على قد ما اقدر. عندك طموحات وعندك اهداف برضو ان انت مصر على حاجه لازم اعملها باذن الله. ودي احسن حاجه عجباني فيك يعني ان انت. أوه. عندك حاجه وعايز توصل لها وعايز برغم كده. آه انت كلمتنا من على التواصل الاجتماعي وقلت انا لازم اشارك ولازم تكون دي بدايه النهارده من. أوه. برنامج التحدي ودي حاجه طبعا جميله جدا. انا عجبتني فكره التحدي وانا كمان والله انا حتى يعني معايا اللي من دول معايا دور برد كده يعني مخليني مش ولكن انا اصريت ان انا اجي النهارده ما رضيتش اعتذر برده. لا طبعا ده شرفنا والله يعني. أوه. ان انت احنا دايما هدفنا من البرنامج هنا ان احنا نساعد الناس. نساعد طبعا في ناس كتير قوي اللي بيغني واللي بيلقي الشعر واللي انا شفت برده حاجات. فاحنا بنحاول على قدر المستطاع ان احنا ندي له خطوه اولى هنا من خلال البرنامج ان احنا نوصله كده لبر الامان كده ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله. وده اللي احنا كل واحد في حياته كان بيدور ان هو يلاقي حد ان هو حد يوصله لاول خطوه. الخطوه الاولى ديت هي دي بتبقى اول التحدي ليه. فطبعا ربنا يوفقك يا رب كده ان شاء الله كده ونشوفك حاجه كويسه كده يعني لكل طبعا اهل اسكندريه طبعا من العمريه. اه طبعا انا بشكر كل اهل العمريه النهضه. انا طبعا بشكر كل اهل النهضه يعني جاب لنا النهارده معانا حاجه عظيمه والله الاستاذ محمد القصيده اللي لسه قايلها دلوقتي حاجه كويسه جدا جدا وهي فعلا بتعبر عن حاجات كتير وعشان كده هو قالها يعني. ما بتوع النهضه سموني شاعر النهضه. شاعر النهضه يعني فرحانين هو انا عامه انا بسمي الكلام ده خواطر لغايه دلوقتي. ولكن الناس عايزه تسميه شعر ده يسعدني طبعا. ان شاء الله بقى شايف بقى ان شاء الله يعني ايه في الخطوات الجايه ان شاء الله. الخطوات الجايه؟ ان شاء الله. باذن الله انا هعمل الديوان ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك واحنا من خلال برنامج التحدي وان شاء الله. انا ما كنتش عايز اطلع الشاشه لما اعمل الديوان الاول. ولكن لما برنامج التحدي صراحه يعني عجبتني الفكره. وحضرتك انا حسيت ان احنا اصحاب من زمان. زي ما قلت لك قبل التسجيل احنا طبعا كلنا اسره واحده كل فريق. آه. برنامج التحدي كلنا اسره واحده وان شاء الله ربنا يكرمك. احنا طبعا معلش وقت حلقتنا خلص النهارده طبعا استمتعنا بلقائك معانا وان شاء أنا الله والله حسيت ان انا لقاءات ثانيه ان شاء الله لما تحضر الديوان ان شاء الله. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقات جديده وموضوع جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.